تحت تسيير و تنسيق رئيس الحكومة سي عبد الملك سلال وتحت القيادة السامية لفخامة رئيس الجمهورية. ما كان حتى شي بينات، إلا حبيتوا تخلقوا حاجة ما بين الوزراء روحوا فتشوا في فضاءات أخرى، ما تفتشوش في فضاء حكومة سلال تحت قيادة لفخامة رئيس الجمهورية، غير ما تحوسوش. زلة لسان ممكن، التشخيص ما كانش كامل ممكن، ولكن ما تسناوناش ان لا بروف سيكو. ومع الاسف الشديد ليكم دوك انا دوك نخرجوا كنت وزير تاع الشغل العموميه، لكن مع الوزير استنى هاي وعلى بالي واش كاين، وعلى بالي ما هي المهام تاع وزاره الشغل العموميه، وما هو يكون الشيء اللي نوجدوا قبل ما تجي هذه المواسم تاع الامطار، وعلى بالي معنى الصيانه. اذا ما ندخلوش في هذه الامور، فيه مصالح في 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 فيه مصالح مانيش لقي. لا 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 ما هو المشكل؟ الخلل اين يكمن؟ لا انا مانيش عارف. لا اسمع دوك هما يقولون مشروع الموارد المائيه محل شكوك، يعني هو السبب في هذا. انا ما سمعتش هذا الكلام، ما سمعتش. لا ما سمعتش، هو قال معالي الوزير. ما سمعتش انا، ما سمعتش الكلام. هو قال مشكل تاع الجزائر اليوم، هذا ما لقيتو نتوما كصحفيين. سي لو بروبليم دو لاجيري دوجوردي. راكم فريمون سمحوا لي رانا نهضروا على ملايير، ورانا نهضروا على افاق واعد لمنطقه، انا نهضروا على المياه الصالحه للشرب وتحليه المياه من المعادن ومن البلدان القليله اللي دارت هذا النوع من المشروع، وانتم تحوسوا ديرونا غرب وزنزن. قال واش عندك بما عندنا والو، تو با بيان. لا خلاص.